عطائين مهمين جدا بحياتنا، الأم والمعلم. اليوم رح نحكي عن أيضا رمز للعطاء ومعلم بصورة مختلفة، لأنه البيئة يلي عم بيعلم فيها أيضا مختلفة. لأطفال لهم عوالمهم الخاصة ومقدراتهم المتميزة يلي ممكن تصبح قوة فاعلة إذا ما تم استثمارها وأيضا العمل عليها ورعايتها بالشكل الصحيح. ولما بنحكي عن هذا الشيء بنحكي عن منظمة قدرت طبعا ترسخ هذا الهدف عبر سنوات وتكون رائدة بسوريا بهذا المجال، وهي منظمة أمال لرعاية الأطفال. طبعا سلمى ضيفتنا لليوم هي من المعلمين والمدربين المتخصصين، ممكن سخروا عطاءنا واهتمامنا لبناء أطفال متميزين وقادرين على أنهم يكونوا مندمجين ضمن محيطهم وفاعلين أيضا خلال مسار حياتهم وتطورهم. والمعلم اليوم مو بس يلي بيعطي المعلومة، المعلم الحقيقي من يمنح الأمل وبيبني إنسان متمكن من في بيته ومجتمعه معه ومحيطه أيضا. واليوم رح نتعرف على صورة مختلفة للمعلم ودوره بإعادة بناء مقدرات الطفل ولحتى يكون في مساره الطبيعي، ورح نتعرف أكثر اليوم كيف ممكن يتحقق هذا الهدف مع ضيفتنا السيدة ماري طعمة ومعلمة في المركز التربوي للإعاقة السمعية في منظمة أمال. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. يسعد صباحكم وكل عام وأنت بألف خير. أهلا وسهلا. أشكركم أنه تسمحوا لي عايد كل الأمهات والمعلمين والمعلمات بهذا اليوم اللي كتير حلو، يوم العطاء. شكرا كتير. أهلا وسهلا فيكي، بيسعد صباحك، وأكيد تحية لكم ولكل الكادر التعليمي والتربوي بمنظمة أمال. خلينا نبلش محاضرتك اليوم. التعليم هو مهنة سامية جدا، وأيضا مهنة فيها دقة وحذر التعامل مع الأجيال بشكل عام. كيف إذا عم نقول عم نحكي مع أطفال لهم عوالمهم الخاصة مثل ما حكينا بالبداية، خلينا نحكي عن دوركم بتنمية مواهبهم، تنمية معارفهم، دمجهم بالمجتمع أيضا. هلا بدي أحكي بجزئية قبل ما أبدأ بحديثي. أنا بمسيرتي المهنية كمعلمة اشتغلت مع أطفال ما في عندهم مشاكل، وكمان اشتغلت مع أطفال اللي عندهم قدرات خاصة هلا رح نحكي عنهم، فكتير بقدر ميز الفرق كيف لازم نتعامل مع بعض. هلا بشكل عام مهنة التعليم هي مهنة تربية، غير انه هي مهنة تعليم، هي مهنة تربية، وهي مهنة انه بناء شخصية الانسان الطفل وثقته بنفسه. يعني نحن بنعلم الطفل كيف يوثق بحاله، كيف يقدر يفكر، منشوف شو النقاط القوية عنده، مندور على قدراته الكامنة ومنطلعها، ومنشوف شو نقاط الضعف ومنحاول انه نحن نسيطر عليها. يعني فينا نقول انه نحن مثل البوصلة اللي فينا نرشد الطفل للمسار الطبيعي، وبنتساعد نحن والاهل لحتى ونشتغل معهم لحتى يطلع الطفل بالنتيجة طفل فاعل ومندمج بشكل طبيعي بالمجتمع. خلينا نعرف من حضرتك شو اللي بيميز الكادر التأهيلي والتعليمي اليوم لحتى يقدر او يعرف يتعامل مع الاطفال ذوي المقدرات الخاصة. خلينا نقول هلا كثير مهم انه كل معلم، انه كلياتنا نعرف انه هذا المعلم هو عنده رساله، انه هو يبني شخصيه الطفل، يوثق بنفسه، يعلمه كيف يفكر، لانه كيف يفكر هي شغله بتتعلم مثل ما بنعلمه التعليم الاكاديمي. فالكادر بالمنظمه فيني اقول انه بيركز بنقطه اساسيه على الشيء الموجود عند الطفل. ما مندور على الشغلات المفقودة عندهم، شان لأنه إذا دورنا على الشيء المفقود فهذا الشيء معناته نحن راح يصاب المعلم بالإحباط والأهل بالإحباط. نحن مندور على القدرات الموجودة عنده، وما في طفل ما بيكون في عنده قدرات كاملة. نحن دورنا الأساسي يمكن هو الدور الأكبر إنه نحن نركز على هدول القدرات ونقدر نضوي عليهم. أكيد. يعني لما يكون لحضرتك دور بحياة طفل لحتى تعود حياته مثل ما بيقولوا لمساره الطبيعي وتساعديه أنه يرجع هيك من جديد مثله مثل باقي الأطفال، دور كتير مهم. إذا فينا نشاركك بعض من تجاربك الخاصة بهذا المجال. كتير شيء حلو وبدعو للفخر أنه الواحد يكون عم يعمل شيء بيلاقي نتيجته بعدين. يعني فيني أذكر مثلا شغلة، واحدة من الشغلات اللي صارت معنا
في أم طلعت بحفل تخرج بنتها صارت تقول أنا بنتي مو بس صارت تحكي وتتعلم، هي صارت توقف على المسرح وصارت تقدر تغني. فهذا شعور كتير حلو يعني بدعو للفخر في، وكتير بحس بالإنجاز العظيم وقت اللي واحدة من الأطفال اللي موجودين عندي ساعدناها وقفت على مسرح بيوم القراءة العالمي وقدمت قصة. يعني شعور ما فيني اقول لك قد ايه نحن فخورين بهذا الانجاز. اي طفل بيوقف على مسرح ممكن يعمل حديث عفوي، اي عمل بالنسبه لنا هو شغله كثير مميزه لهم. خصوصا اليوم التعامل مع الاطفال وخصوصا ذوي المقدرات الخاصه والاطفال التوحد، كمان اليوم من خلال مسيرتك مع هدول الأطفال شو يلي كان مؤثر أكثر شيء وشو يلي قدموا لك يا هنو ممكن يكونوا قدموا لك شيء من خلال تعاملك معهم؟ هلأ بالنسبة للأطفال كل واحد منهم هو عبارة عن حالة خاصة، فكل ما بتتعاملي مع طفل فنحن بنكتسب خبرة جديدة وبنكتسب تجربة جديدة بالنسبة لنا، لأنه ما في طفل فيك تعاملين على حسب الحالة تبعه، كل حدا منعامله بطريقة خاصة. فأكيد صار في عنا كتير باع من التجارب والخبرات اللي نحن استفدنا منهم بحياتنا حتى الخاصة. أكيد يعني اليوم نحن سعيدين بكل التجارب اللي قدرنا من خلال هاي الحلقة المميزة أنه هي تكون معنا، ويمكن منظمة أمال من المنظمات اللي بنفتخر فيها أنه هي قدرت تعمل نموذج مهم للرعاية ببلدنا. قبل ما نختم مع حضرتك اليوم كلمة بتحبي توجهيها لكل زملائك بمنظمة أمال وأيضا لكل الأمهات والمعلمات الراعيات. هلا أنا بدي نوه بس لفكرة أنه الكادر التدريسي بمنظمة أمال عنده يعني بيتمتع بصفات أهم الصبر، لأنه هدول الأطفال بدهم صبر، والأهم من هذا كل شيء الإيمان بهذا الطفل، لأنه نحن إذا آمنا فيه فينا نطلع كتير شغلات حلوة منه. هلأ بالنسبة للمعلمين والنصيحة اللي بحب أقدمها بقول لهم أنه ما تتعاملوا مع الأطفال اللي عندهم قدرات خاصة بالشفقة وتقولوا حرام وخطي وهيك، لأنه هذا الشيء كأنه نحن عم ننظر له النظرة دونية، فبالتالي نحن ما رح نقدر ناخذ منه مخرجات. الحرام والخطي علينا مو لهم، هن بالعكس هن مبدعين. تمام، فنحن بنعامل كل طفل على حسب هو شو بيكون حالته، يعني نحن اذا تعاملنا معه بهي الشفقه ما بنكون قدرنا نعمل نبني انسان مستقل فاعل قادر انه يشق طريقه بالمستقبل ان كان اكاديميا ولا ان كان بمجال العمل. بنكون نحن ما من يعني بدنا نقول لهم نبعد عن الحماية الزائدة لهذا الطفل. حلو انه نحن نتعاطف معه بس ما نحميه حماية زائدة، لانه نحن هيك بيكون فشلنا بانه نبني شخصية مستقلة له، فرح ما رح يقدر يطلع يندمج بالمجتمع مثل ما هو العزم. سيدة ماري بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم واكيد انرتي صباحنا لليوم، وبدي اقول لك ان شاء الله هيك على طول بتضلي صاحبة هي الرسالة السامية، والله يعطيكي الف عافية. الله يخليكم، شكرا كثير، ميرسي.